أهلا بكم إلى العالم هذا المساء. أنا رشا قنديل وهذه هي العناوين. بعد عزل الرئيس مرسي في مصر وتقارير عن وضع ملف جماعة الإخوان المسلمين أمام القضاء في الأردن وتظاهرات ضد الجماعة في غير دولة عربية، ما هي الآفاق المستقبلية للجماعة وخياراتها الاستراتيجية في العالم العربي؟ الليبراليون يتقدمون والشيعة يتراجعون في ثاني انتخابات كويتية خلال عام، ما هي أبرز معطيات المشهد الانتخابي الجديد في الكويت؟ وهل يؤدي المجلس الجديد إلى استقرار ما يوصف بأقدم ديمقراطية في الخليج بعد حل العديد من المجالس النيابية فيها؟ القوات النظامية السورية تتقدم في حمص لكنها لا تحقق التقدم ذاته في مناطق أخرى داخل سوريا. نتساءل الليلة، لماذا حمص؟ ما الأهمية الاستراتيجية للمدينة؟ هل بالفعل تم قطع السلاح عن مقاتلي المعارضة فيها؟ أهلا بكم. تتفاوت طبيعة الوجود السياسي والاجتماعي لجماعة الإخوان المسلمين من دولة عربية لأخرى، ولكن بالمقابل هناك رؤية أيديولوجية واحدة للجماعة منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي وحالة من الاستقطاب تشهدها مصر. تقارير تشير إلى أن ما وصف بملف الإخوان سيقدم للقضاء في الأردن. شهدت غير دولة عربية تظاهرات ضد الجماعة. ما هو مستقبل الإخوان المسلمين في ظل هذه الأزمة التي تمر بها؟ تقرير أنور العنسي. ملف الإخوان أمام القضاء قريبا، هكذا أرادت صحيفة الدستور الأردنية المقربة من الحكومة أن يكون أحد العناوين الرئيسية لعددها الصادر الأحد. في تفاصيل الخبر نقلت الصحيفة عن مسؤول أردني رفيع لم تسمه قوله إن الدولة ستدفع إلى القضاء بملف تجاوزات جماعة الإخوان المسلمين مدعوما بوثائق تؤكد مخالفة هذه الجماعة للقوانين والأنظمة. صحيفة الدستور لم تكتفي بنشر ذلك الخبر فحسب، بل استطلعت آراء نخبة من الفعاليات السياسية اتفق معظمها على اتهام الجماعة بالطاعة العمياء لما وصف بالتنظيم العالمي للإخوان وتنفيذ أوامره، بما في ذلك توتير الداخل الأردني بما يحدث في مصر والعبث بالأمن والاستقرار الأردني وعدم الاندماج في اللعبة السياسية الداخلية فضلا عن تجاوزات أخرى. المسؤولون الأردنيون على مختلف المستويات يقول أنا لسنا بصدد استنساخ النموذج المصري في الأردن ولا نسعى إلى التضييق على الحركة الإسلامية، لكن حتما الدولة ستستفيد وستوظف خروج الإسلامية من السلطة، فشل النموذج الإسلام السياسي في مصر ستستثمره لمزيد من الضغوط على الحركة الإسلامية في الأردن بهدف احتواء طموحاتها من جانب وإعادتها إلى مربع السياسة الرسمية وفق شروط الدولة الأردنية. ما يحدث في الأردن على أي حال يمثل عينة لما يجري في أكثر من بلد عربي، وذلك تأثرا بما تشهده مصر منذ عدة أسابيع من أحداث زادت من تعميق الانقسام داخل تلك الدول بين جماعة الإخوان المسلمين والقوى السياسية الليبرالية والعلمانية والقومية الأخرى. في تونس دفع اغتيال المعارض العلماني محمد البراهمي بالنقمة على حركة النهضة الحاكمة إلى ذروتها، حيث طلب المشاركون في تشييع البراهمي بإسقاط حكومة النهضة وحلفائها. وإلى الجوار في ليبيا رفعت هذه الشعارات المناهضة للإسلاميين، خصوصا بعد مقتل المحامي المعارض عبد السلام المسماري. أما في اليمن فلم يتوقف خلاف الإسلاميين مع خصومهم حيال ما يحدث في مصر عند حدود الجدل أو المسجلات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، بل دفع الجانبان ببعض رموزهما للمشاركة في تظاهرات ميدان التحرير دعما للجيش المصري وفي رابعة العدوية تأييدا لجماعة الإخوان المسلمين. وفيما يبدو أنها معركة بقاء بالنسبة لكثير من الإسلاميين العرب، خصوصا في دول ما عرف بالربيع العربي تحت شعار التمسك بالشرعية ومنع عودة الأنظمة السابقة إلى الحكم، فإن خصومهم لا يقلون حماسا لوضع حد لما يصفونه بشبح الأسلمة وخطر الإخوان على الديمقراطية وحرية التفكير والمعتقد. دعونا إذن نناقش هذه الفكرة التي انتهى إليها زميلي أنور العنسي. معي بالاستوديو الدكتور حافظ الكرمي المسؤول الإعلامي في هيئة علماء فلسطين، أهلا وسهلا بك. أهلا. كذلك عبر الهاتف من القاهرة الدكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية، أهلا بك. وأيضا مباشرة من عمان الأستاذ محمد أبو رمان المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم جميعا. بدايتي هنا من الاستوديو دكتور حافظ الكرمي،
كيف أثر عزل حكم الإخوان المسلمين في مصر على ملفات الإخوان في الدول العربية؟ أنا أعتقد أن ما حصل من انقلاب عسكري في مصر هو ليس فقط ضد الإخوان المسلمين في مصر، لأن الإخوان المسلمون جاءوا من خلال صناديق الانتخاب، وبالتالي ما حصل هو ضربة للديمقراطية في المنطقة العربية جميعا، وليس للإخوان المسلمين أو للتيار الإسلامي، لأن التيار الإسلامي الآن قدرا بانتخابات الشعوب العربية هو الذي يتصدر المشهد، لكن أنا أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا. إن استمر هذا الانقلاب سيؤثر كثيرا على الديمقراطية والحرية للشعوب. طيب. التي حصلت عليها بعد الربيع العربي. فتحت ملفات الإخوان في أكثر من دولة، آخر التطورات طبعا كان الأردن، وما قيل من قبل السلطات إنه تقديم ملف الإخوان المسلمين إلى القضاء. الملفات الأخرى التي فتحت أيضا، هناك يعني عدد من الهجمات والانتقادات للإخوان المسلمين في ليبيا، انتقادات موجهة للإخوان وأدائهم السياسي في سوريا، وانتقادات لحماس في غزة. نعم، هو الماسترو واحد الذي يخطط ويرتب لكل هذه القضايا هي جهة واحدة. التي هي من؟ هذه الجهة معروفة الآن، أصبحت سواء كان من الدعم المالي من خلال الإمارات والسعودية، وكذلك الجهات الأخرى المستفيدة من هذا الانقلاب العسكري على المستوى الغربي في أمريكا وفي أوروبا، التي تجاوزت كل قيمها في الديمقراطية وحقوق الإنسان وفي موضوع صندوق الانتخاب، وهي تقف الآن عاجزة أو متآمرة في موضوع وصف ما حصل في مصر بأنه انقلاب عسكري، مع أنه واضح أنه انقلاب عسكري كامل الأركان. يعني الملفات المفتوحة على الإخوان المسلمين في الدول العربية الأخرى هي بدافع خارجي، بحافز خارجي، وليست لفتح الملفات هي في الحكم للإسلام السياسي في المنطقة حاليا. نعم، هي بحافز خارجي وب أطراف داخلية لا يسرهم أن يكون التيار الإسلامي هو في سدة الحكم، لأنهم فاشلون في الانتخابات وفي صناديق الانتخابات. أستاذ محمد أبو رمان، كيف تعلق على هذه الرؤية للدكتور حافظ الكرمي؟ يعني أنا أتفق مع الدكتور جزئيا في العديد من القضايا اللي طرحها. بلا شك أن هنالك حالة استقطاب داخل المجتمعات العربية، وهنالك أيضا معسكرات إقليمية يعاد تشكيلها وبلورتها. من الواضح تماما أن هنالك إحياء لمعسكر الاعتدال العربي خلال الفترة الأخيرة من الإمارات والسعودية ومعهم الأردن، وهذا المعسكر ينظر بعين القلق لصعود الحركات الإسلامية وللربيع العربي بصورة عامة. في مقابل هنالك معسكر تركي قطري يريد إدماج الحركات الإسلامية، فهنالك بالفعل عوامل خارجية متضاربة، وأيضا هنالك أيضا حالة استقطاب اجتماعي وسياسي داخلي. هنالك خصوم للإخوان المسلمين من التيار الليبرالي، من اليساريين، من العلمانيين، من فئات من المجتمع تشعر بوجود الإخوان تهديد لها، وهنالك أنصار للتيار الإسلامي. وأعتقد ما تواجه حركات الإخوان المسلمين في هذه المرحلة الانتقالية الطبيعية في العالم العربي هو حالة طبيعية. يفترض انه لا تتمتع جماعه الاخوان المسلمين عندما تكون بالسلطه بنفس الشعبيه التي تتمتع فيها عندما تكون في المعارضه. الهواجس المطروحه من جماعه الاخوان المسلمين هي هواجس مشروعه طبيعيه حول العلاقه بين الدين والدوله، لكن في كل هذا الامر الذي يحكم في النهايه ينبغي ان يكون المسار الديمقراطي، لا الاستقواء بالعسكر ولا الجيش ولا القوى الخارجيه ولا هذا. طيب، هو المحك في التعامل مع الرومان. هو طبعا أنا ليس معي ولا طرف من الإمارات ولا طرف من السعودية للرد على هذه النقطة، وربما كان يتعين علينا أيضا أن يكون هناك طرف من قطر، لأن قطر أيضا يشار إليها بأصبع يعني الانتقاد من منتقدي الإخوان بأنها الداعم لهم، وهو أيضا دعم خارجي. أنا أريد أن أحصل على رد فعل مبدئي من الدكتور كمال الهلباوي فيما يتعلق بالأيديولوجية التي يتعامل بها الإخوان المسلمون. دكتور كمال، الإخوان المسلمون اختلفوا أو صياغهم تختلف من دولة لأخرى، ولكن الأساس واحد، القاعدة الفكرية لهم واحدة، أليس كذلك؟ دكتور كمال الهلباوي. طيب، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور كمال الهلباوي. في ذلك عودة إلى ضيفي دكتور حافظ الكرمي، الأساس الأيديولوجي لجماعة الإخوان المسلمين واحد، وبالتأكيد هناك اختلافات على قضية إذا كان هناك تنظيم دولي أو لا، ولكن بالتأكيد هناك شكل هرمي لجماعة الإخوان المسلمين ليس فقط في مصر، أنتم على صلة ببعضكم البعض، أليس كذلك؟ يعني هو أولا خلينا نقول جماعة الإخوان المسلمين الفكر هو الفكر
فكر واحد تقريبا، هو فكر الإخوان، فكر الإمام البنا، وهم موجودون في كل أنحاء العالم وليس فقط في العالم العربي. لكن كل نسخة من الإخوان المسلمين في أي بلد من البلاد، في الأردن، في سوريا، أو في مصر، أو في ليبيا، أو في غيرها، هذه النسخة هي نسخة محلية تأخذ طبيعتها من المجتمع الذي تعيش فيه، من التقاليد التي يعيش فيها. يعني الإخوان في ليبيا ليسوا كالإخوان في مصر، أو الإخوان في مصر ليسوا كالإخوان في سوريا. هناك اختلافات تتبع الاختلاف البيئي والجغرافي وطبيعة المجتمع في كل بيئة. هذا خلينا نسميه هذا الاختلاف هو الذي يشكل من خلال القانون الداخلي، سواء كان قانون انتخابات أو قانون الدولة، هو الذي يشكل مثل هذه الأحزاب. لكن ما أسأل عنه أنا ليس هو أوجه الاختلاف، لأنه بالتأكيد يعني تصطبغ كل الجماعة للإخوان المسلمين في كل دولة بصبغة هذه الدولة ثقافيا وحضاريا وأمور أخرى، ولكن نتحدث عن وجه التشابه وعن الصلة الوثيقة بين أجنحة الإخوان المسلمين في الدول العربية. أنا قلت أن التشابه واضح، هو في وحدة المرجعية والفكر، هذا هو التشابه الذي الأساسي في هذا الأمر. مرجعيته واحدة، هي مرجعية أن الإسلام، أنهم أحزاب سياسية، إذا شكلوا أحزاب سياسية مرجعيتها الإسلام وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه البلاد، وهذا واضح. ثم كما قلت، إذا كان هناك تنسيق بين هذه الجماعات كما يسمى بالتنظيم الدولي، نعم واضح أن هناك من خلال التصريحات الإعلامية، من خلال الأدبيات هذه الجماعة، أن هناك شيئا تنسيقا واضحا بين هذه الجماعات. لماذا يتم دائما نفي أن هناك تنظيم دولي، أن هناك شكل هرمي وتنظيم دولي وقيادات وشخصيات على رأس مكتب الإرشاد وشخصيات على رأس مكاتب التنسيق؟ لماذا دائما ما يجري الحديث عن أنه لا وجود لهذا التنظيم الدولي؟ إحنا هو التنظيم الدولي قد يكون يفهم بطريقة خاطئة. الذي يوجد هو كما قلت يوجد تنسيق بين هذه الجماعات التي مصدرها الفكري واحد. يعني أقول بشكل واضح وصريح أنه لا يمكن لمكتب الإرشاد أو للمرشد العام للإخوان الذي هو مرشد لكل الإخوان في العالم، لا يمكن أن يفرض شيئا مثلا على الإخوان الأردن، لأن إخوان الأردن عندهم قيادة وعندهم مجلس شورى وعندهم مرجعيتهم القيادية التي يقرروا بشأنها. طيب. لكن قد يكون هذا الذي تحدثين عنه ما يسمى بالتنظيم العالمي، قد يكون هو الذي يوحد المرجعية الفكرية والسياسية والفكرية والعقائدية لمثل هذه التنظيمات. يبدو أن الاتصال عاد بالدكتور كمال الهلباوي. دكتور كمال، كنت أسألكم وسأكرر سؤالي ولكن في سياق مختلف عن تأثير ما جرى في مصر من عزل لنظام الإخوان المسلمين في هذه المرحلة على هذا التنظيم، سواء هو تنظيم هيكلي أو هو تنظيم فكري للإخوان المسلمين دوليا. دكتور كمال. طيب، واضح أن هناك مشكلة عويصة في الاتصال بالدكتور كمال الهلباوي اليوم. منه إلى أستاذ محمد أبو رمان، وأيضا الاتصال عاد به مجددا. أستاذ محمد أبو رمان، يعني الأشكال النمطية التي خرجت بها تيارات الإسلام السياسي ومعظمها خرج من مصر بين حقبة الخمسينيات والستينيات، وطبعا قبلها منذ بداية عهد الإخوان المسلمين في عام 28، هل تغير كثيرا عن اليوم بالشكل الذي يجعل التنظيم الآن أقوى أو أكثر هشاشة بعد ما جرى في مصر؟ لا، إذا كنا نتحدث عن جماعة الإخوان المسلمين، أنا في تقديري كانت الجماعة تعاني بالفعل أزمة حقيقية في مرحلة الحكم، عندما انتقلت من سياق المعارضة إلى سياق السلطة والتطبيق العملي لما كانت تنادي به من شعارات ووعود سياسية، وظهرت فجوات كبيرة في التطبيق وبرز الصدام بينها وبين مؤسسات بيروقراطية في الدولة. أعتقد أن ذلك المسار كان يأكل من شعبية الإخوان المسلمين، من رصيدها السياسي، كان يساهم في إضعاف حضورها، وهذا كان واضح أيضا في استطلاعات الرأي المتعددة. لكن ما حدث بعد 30 يونيو من التدخل الفظ للجيش، من دور الإعلام بشكل واضح، من الاعتقالات، من القتل، من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية فيما بعد 30 يونيو، هذا في تقديري أعاد الإخوان إلى الملعب الذي يستطيعون التعامل معه، وهو ملعب الشارع، ملعب المظلومية التاريخية السياسية. أعادوا صياغة رواية المحنة والتي يتقنون التعامل معها. طيب. لكن حتى ضمن هذا السياق، أنا أرجو حتى فقط في ضمن السؤال الذي سألته للضيف الكريم، صحيح أن الإخوان يشتركون برحم أيديولوجي معين، لكن في المقابل هنالك فروق واضحة بين النسخة المغاربية
من مدرسة الإخوان والنسخة المشرقية. النسخة المغاربية استطاعت أن تتجاوز كثيرا من العقد التي وقعت فيها النسخة المشرقية، ومن بينها ما تحدث به الضيف، قضية التركيز على الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة والبعد الهوياتي في خطاب الجماعة. في المغرب هذا يتراجع لحساب البعد المدني السياسي، لحساب الحوار والتوافق مع الأطراف الأخرى، بينما في المشرق يمثل هذا نقطة ضعف حقيقية في خطاب الإخوان سواء في مصر أو الأردن أو دول أخرى. أستاذ محمد أبو رومان، على ذكر الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة، سأحاول مرة ثالثة لسؤال الدكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية. دكتور كمال، يعني أنا أمامي تصريح لافت في هذا السياق، تصريح للمراقب العام للجماعة، هو قال إن ما يحدث بمصر مؤامرة، وأنا لا يعني لا أناقش مصر اليوم بالتأكيد، ولكن هو أشار إلى أن لفظا المتآمرين يريدون قتل الإسلام بمصر، وإنهم لا يريدون مصر الحرة التي تسعى إلى تحرير بيت المقدس. إلى أي مدى هذه العناصر التي اعتمدت عليها جماعة الإخوان المسلمين سواء المصرية أو في التنظيمات الإسلامية الأخرى في دول أخرى للإخوان ستظل راسخة أو باقية، أو يمكن إعادة تسويقها هذين الأمرين، الإسلام هو الحل وقضية بيت المقدس؟ بسم الله والحمد لله. أولا تحياتنا للدكتور حافظ الكرمي والأخ محمد أبو رمان. ما حصل في مصر ليس انقلابا عسكريا، إنما هو ثورة كاملة يوم 30 يوليو. معلش دكتور كمال، أنا أعتذر، أنا لا أناقش الشأن المصري الليلة وأريد أن ألتزم بذلك، أنا أناقش فكرة أو تأثير ما جرى في مصر. خلينا نتخطى ما جرى وتصنيفه، تأثير ما جرى في مصر على التنظيم الدولي إذا كان هناك تنظيما دوليا للإخوان المسلمين، هل يمكن إعادة تسويق الفكرة مجددا، فكرة الدولة الإسلامية بعد سقوط الإخوان في مصر؟ تفضل. ماشي، نعم هناك تنظيم دولي للإخوان المسلمين، ولكن زي ما قال الدكتور حافظ الكرمي هو نوع من التنسيق نتيجة التضييق الأمني وما إلى ذلك. وربما لم ينتعش التنظيم الدولي إلا في بعد وصول الدكتور مرسي إلى الحكم، ممكن يكون هناك نوع من التسهيلات أو ما إلى ذلك. ألو؟ طيب، والآن وقد تم عزل الدكتور مرسي، هل سيؤثر ذلك على هذه الهيكلية؟ التنظيم الدولي، التنظيم الدولي وهو نوع من التنسيق سيجد صعوبة كبيرة وعانى شديد، وخصوصا بعد ما رأينا أن بعض الشعوب أو جزء من الشعب في تونس في ليبيا في مصر ممكن يقف الحركة الإسلامية. في السابق كانت المشكلة بين الحركة الإسلامية والحركات الإسلامية والأنظمة الاستبدادية، أما اليوم فهناك مشكلة جديدة طرأت على الإخوان، هي أن جزء من الشعب كبر أو صغر يقف ضدهم إلى جانب السلطة القائمة حاليا أو مواجهة السلطة الموجودة في تونس على سبيل المثال أو تركيا أيضا على سبيل المثال. طيب دكتور كمال، هذا يقودني مرة أخرى إلى السؤال، أعتذر عن مقاطعتك، ولكن هذا يقودني مرة أخرى إلى السؤال الذي طرح في البداية مع ضيفي هنا بالاستوديو. ملفات الإخوان التي فتحت سواء شعبيا أو سلطويا في دول الربيع العربي الأخرى أو في الدول العربية الأخرى، هل لها علاقة بما جرى في مصر؟ هل ذلك سيفتح بابا قد لا يستطيع الإخوان المسلمون إغلاقه عليه؟ نعم، هي صعوبة كبيرة جدا تواجه الإخوان في مصر الآن نتيجة تمسكهم بعودة الدكتور مرسي رغم فشل أدائه على مدى سنة كاملة. انعكس هذا وله أثار وأكبرها على قضية فلسطين كما أرى على بيت المقدس، ولكن بقية المسلمين وبقية الشعوب لن تقف ضد أبدا مشروع تحرير القدس ولا قضية فلسطين. الآثار الناجمة عن سوء الأداء في مصر بالتأكيد انعكس على تشويه صورة الحركة الإسلامية. طيب، إن إذا كانت في مصر ليس عندها الكوادر القوية التي تقيم العدل والتنمية وتفي بالوعود، فبالتأكيد هذه الصورة السيئة
لها انعكاسات على القوى الأخرى. يعني. طيب دكتور كمال، أنا أريد أن أحصل على رد فعل على هذه الجزئية قبل أن نعود لمزيد من النقاش من ضيفي دكتور حافظ الكرمي. دكتور حافظ تعليق. يعني أنا أعتقد إنه قضية إذا ما يتكلم فيه دكتور كمال قضية فشل الإخوان في مصر، يعني هو السؤال هو كان فشل أو إفشال الإخوان في مصر. يعني هناك كان منظومة الدولة العميقة في مصر كانت تعمل، سواء كانت مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية وحتى البيروقراطية المصرية مع النظام السابق، وبالتالي كل هذا أدى إلى إفشال هذا النظام. المحصلة كانت أن هناك غير شرعية وهي غضب شعبي. الملحوظ أنه كان هناك غضب شعبي، تكتل شعبي، اختلفنا على حجمه أو عدده أو ما شابه. وأيضا أنا لا أريد أن أعود إلى المربع قضية سأضيف على هذه هذا النوع من الانتقاد الشعبي الموجه إلى الإخوان والخروج على مقر الإخوان في ليبيا والخروج على مقر الإخوان في الأردن والانتقادات التي توجه لحماس شعبويا، أنا أتحدث يعني شعبويا الآن، هل أضرت قضية مصر كثيرا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين أو تنظيم الإخوان المسلمين بما قد لا يسمح بإعادة تشكيل أنظمة إسلام سياسي مجددا؟ لا أعتقد أن هذا توصيف صحيحا. الذي حصل أن هناك نخبة علمانية وهناك مجموعة من المتذمرين من الناس الذين استاءوا من عدم وجود أحيانا كهرباء، غاز، إلى غير ذلك من القضايا الحياتية التي كانت هي كما وضح مؤخرا هي قضية كانت مفتعلة ومقصودة. وفي كل اللحظات التاريخية، ليس في هذه الفترة سابقا، حتى في الفترات التي لم يحكم فيها الإخوان ولم يصلوا فيها الحكم، كان هناك أجزاء من الناس سواء كانوا ألبانيين أو يساريين أو حتى مضللين إعلاميا كانوا ضد الإخوان ولا يحبون حتى التيار الإسلامي ولا يريدونه أن يكون في الحكم، وهذا شيء طبيعي. صحيح، ولكن قد يكون الآن عندما وصل الإخوان إلى الحكم كان هناك من سندوا هذا التيار الإسلامي الذي هم انتقدوه من قبل، وفتحت قضايا في مصر وفي غيرها من الدول يعني فرخت لفكرة هو أن الإخوان المسلمين في مصر اعتبروا أن مصر نواة لدولة إسلامية أكبر، لم يعتبروا أنها دولة، والدليل كان من وجهة نظرهم على ذلك ما جرى في سيناء وبعدها ما جرى مع إثيوبيا من مياه نهر النيل، يعني قضايا أمن قومي وليس فقط قضايا كهرباء أو قضايا خدمية. لا، أنا أعتقد أنه كل ما كان يحصل في مصر أو خلينا نقول معظم ما كان يحصل في مصر هو قضايا مفتعلة، واضح الآن طيب. أنها كانت مفتعلة، وأنا أريد فقط أن أقول لك أنه الدكتور محمد مرسي حصل على 52% من الأصوات، إذا في هناك 48% من مجمل 30% من الذين صوتوا من الشعب المصري، في 48% في جولة ديمقراطيا لم يحصلوا على هذه، لم يقبلوا بمرسي ابتداء. يعني من البداية في عندنا 48% من الذين صوتوا في الشعب المصري لا يقبلون حكم مرسي، وبالتالي وحتى في الديمقراطيات خلينا نقول العتيقة جدا مثل هنا في 40% أو 30% لا يقبلون بحكم المحافظين أو لا يقبلون بهذا، وسيبقوا يقومون بعمل في الشوارع ومظاهرات ونوع من المعارضة في داخل البرلمان وفي في الشوارع ضد هذا الحكم مهما فعل، وهذا الشيء وهذه هي الممارسة الديمقراطية. أستاذ محمد أبو رمان، سؤالي هو عن الطرف الآخر، هل كفر التيارات الإسلام السياسي بالديمقراطية؟ بتقديري أنه من المبكر أن نقول مثل هذه النتيجة والخلاصة، لكن بلا شك ما حدث في مصر أثر سلبا كثيرا على إعلان جماعات الإخوان المسلمين والتيارات الإسلام السياسي عموما إيمانها بالديمقراطية والتعددية. هنالك فريق تحديدا من الشباب من الفريق الراديكالي المحافظ أصلا معهم عاد ليشكك في مدى الإيمان بالديمقراطية إذا كانت الوصول إلى الحكم سيؤدي في النهاية إلى عزل الإخوان، وبدأنا نسمع مثل هذه الأصوات، وربما هذه ستكون إحدى النتائج الرئيسية في حال استمرت الأمور في السياق الحالي في مصر. النتيجة الأولى هي نمو التيار المشكك بالديمقراطية والعودة إلى المرحلة السابقة التي كانت تشهد صراع بين التيار الراديكالي والإصلاحي في هذه الحركات، وثانيا أيضا ربما العودة إلى تيار العنف والتطرف الإسلامي، وثالثا علامات استفهام كثيرة تطرح على علاقة الإخوان بشركائهم السياسيين سابقا مثل اليساريين والليبراليين والقوميين، بمعنى أن النتائج على المستوى الأيديولوجي ستكون نتائج سلبية تدفع نحو الانغلاق لا الانفتاح على المدى القصير، على المدى المتوسط ربما تكون هنالك مراجعات ونقد ذاتي تساهم في صعود جيل جديد. بالحديث عن الشق الراديكالي من هذه القضية دكتور كمال الهلباوي، هل تتوقع أن يعود تيار الإخوان المسلمين للعمل تحت الأرض أو أن يعود للعمل بالطريقة القديمة التي أنت انتقدت فيها جماعتك أكثر من مرة، قضية النظام الخاص مثلا؟ أنا أعتقد أن الإخوان
بعد ما تنتهي الفترة المزعجة، سواء كان هناك محاكمات أو سجون أو إلى ذلك، ربما تحل جماعة الإخوان في مصر، وده يبقى مشكلة كبيرة، وهم مضطرون للعودة الشباب للعمل تحت الأرض مرة أخرى. ولكن زي ما قال الأخ محمد أبو رمان إنه العناصر الراديكالية يعني فشلت فشل ذريع وكرهت الناس في الدعوة. كان زمان المشكلة مع النظام، أما حسن البنا لا يرحمه ومن جاء وراه عمر المساني لا يرحمه كانوا يمشوا في الشوارع الناس تشيلهم على كتفها. الآن لا يستطيع واحد من قيادات الإخوان أن ينزل إلى الشارع أو يقعد على القهوة. الأمر الآخر اللي عايز أوضحه بسرعة، إن العناصر العلمانية اللي أشار إليها الدكتور حافظ الكرمي اللي بتكره الإسلام كانت تقف مع الدكتور مرسي وكانت تدافع عن الإخوان أيام المحاكم العسكرية، زي عبد الحليم أنديل وزي علاء الأسواني وكريم العفاوي. أما الآن فالإخوان كرهوهم وغيرهم بأنهم يدافعوا عنهم أو يقفوا معهم. دكتور كمال الهلباوي أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر وأعتذر لضيق الوقت. وفي الاستوديو دكتور حافظ الكرمي المسؤول الإعلامي في هيئة علماء فلسطين، شكرا جزيلا لك. وأيضا من عمان الأستاذ محمد أبو رمان المتخصص بشؤون الجماعات الإسلامية، شكرا لكم جميعا. العالم هذا المساء متواصل مع حضراتكم فيه. أيضا الليبراليون يتقدمون والشيعة يتراجعون في ثاني انتخابات كويتية خلال عام. ما هي أبرز معطيات المشهد الانتخابي الجديد في الكويت؟ وهل يؤدي المجلس الجديد إلى استقرار ما يوصف بأقدم ديمقراطية في الخليج بعد حل العديد من المجالس النيابية فيها خلال السنوات السابقة؟ القوات النظامية السورية تتقدم في حمص لكنها لا تحقق التقدم ذاته في مناطق أخرى داخل سوريا. نتساءل الليلة لماذا حمص وما هي الأهمية الاستراتيجية للمدينة؟ هل بالفعل تم قطع السلاح عن مقاتلي المعارضة فيها؟ ندوة المستمعين. حصاد اليوم الإخباري. أسماء العلماء. مركبة زمن. هنا لندن. هنا لندن بي بي سي. هنا لندن بي بي سي. أهلا بكم إلى أولى نشرات. 75 عاما من العطاء والتواصل. راديو تلفزيون إنترنت. هنا لندن بي بي سي. أسفرت الانتخابات البرلمانية في الكويت عن خسارة الأقلية الشيعية أكثر من نصف المقاعد التي كانوا يشغلونها سابقا مقابل مكاسب طفيفة للليبراليين ومرشحين قبليين. ثاني انتخابات برلمانية تجرى في الكويت خلال أقل من عام، السادسة خلال 7 أعوام. لم يتمكن أي مجلس للأمة من إتمام ولايته حتى نهايتها منذ عام 2006. هل يدفع المجلس الجديد إلى الاستقرار السياسي في الكويت؟ برلمان ربما يكون أكثر تعاونا مع الحكومة، هكذا وصفت بعض وكالات الأنباء تركيبة مجلس الأمة الكويتي الجديد وفقا للنتائج التي أعلن عنها. فقد ارتفعت نسبة المشاركة في التصويت عن الانتخابات السابقة لتبلغ نحو 52% على الرغم من مقاطعة المعارضة وارتفاع درجات الحرارة وإجراء الانتخابات في شهر رمضان. ويرجع مراقبون أسباب ذلك إلى مشاركة كبيرة من القبائل. وفي موازين الربح والخسارة فقد الشيعة الذين تتراوح نسبتهم بين 20 إلى 30% من السكان أكثر من نصف المقاعد التي شغلوها في البرلمان السابق. فقد فاز 8 نواب شيعة من أصل 17 نائبا في البرلمان السابق، بينما حصل الليبراليون على 3 مقاعد بعدما فقدوا كل مقاعدهم في الانتخابات السابقة. الإسلاميون السنة عززوا مواقعهم بفوزهم ب7 مقاعد، بينما فازت مرشحتان فقط من أصل 8 مرشحات. وسجل البرلمان الجديد دخول 21 نائبا جديدا إلى مجلس الأمة. ويعد هذا البرلمان الثاني خلال عام والسادس خلال 7 أعوام. استقالت فيها الحكومة 12 مرة، وهي أرقام تكفي لوصف الحال السياسية القلقة التي تعيشها الكويت، تارة لأسباب سياسية تتمثل في طلب استجواب مجلس النواب للحكومة، وطورا لأسباب تتعلق بقوانين الانتخابات. ولا توجد ضمانات بأن مصير المجلس الجديد سيختلف عن سابقه.
أنا أعتقد هذا المجلس إذا الحكومة قرأت النتيجة قراءة إيجابية وشكلت حكومة تتناسب مع مخرجات العملية الانتخابية، أنا أعتقد أنه ممكن أن يكمل مدته، ما لم يكون هناك طعون أخرى. يعني إحنا عندنا اليوم أصبحت إشكالية الطعون الدستورية في إجراء الانتخابات وفي نتيجة الانتخابات. وتحتفظ الكويت بنظامها الديمقراطي الخاص في منطقة الخليج، حيث تسمح القوانين بحرية التظاهر والتعبير، وينتخب البرلمان، لكن يحظر تشكيل الأحزاب، وتحظى أسرة الصباح الحاكمة بالمناصب السيادية، وتتمتع بصلاحيات واسعة في السياسة والاقتصاد. وينتقد معارضون كويتيون صيغة الحكم هذه، ويرون أنها ستبقى مولدة لأزمات متواصلة في البلاد. ينضم إلينا عبر الهاتف من الكويت المعارض الكويتي السيد مسلم البراك، وكذلك مباشرة من القاهرة الأستاذ أحمد الشرقاوي المستشار بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. وننتظر أن ينضم إلينا الإعلامي الكويتي ومرشح مجلس النواب السابق الأستاذ حسين جمال. بدايتي هي من الأستاذ أحمد الشرقاوي. أستاذ أحمد، ما الذي يعنيه ذلك فقد الأقلية الشيعية في الكويت لأكثر من نصف مقاعدها، بينما الليبراليين يحصلون على مقاعد جديدة؟ يبدو أن هناك مزاج عام داخل بين الناخبين الكويتيين يشير إلى يعني التحول نحو المزيد من التوجه نحو الانفتاح، مجتمع أكثر انفتاحا. هذه دعوة موجودة داخل المجتمع الكويتي منذ فترة طويلة، تؤسس لنظام برلماني مستقر في الكويت ويميزها عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. هذه النتيجة يعني تعطيني مؤشر على أنه الناخب الكويتي والمجتمع الكويتي في اختياراته في هذه الانتخابات يرغب في التوجه أكثر نحو مجتمع أكثر مدنية وأكثر انفتاحا، والنفوذ الشيعي داخل البرلمان الذي يتقلص بهذه النسبة الكبيرة يعني يعزز هذا المؤشر الذي توصلت إليه، وهو أنه في رغبة أكثر من المجتمع الكويتي للتوجه نحو المجتمع أكثر مدني، برلمان أكثر مدنية وأكثر انفتاحا، ورغبة في استقرار البرلمان وعدم حله. أنا لا أفهم الربط بين تراجع المقاعد الشيعية وبين رغبة المواطن الكويتي في الوصول إلى برلمان أكثر استقرارا. هناك المطالبات كانت دائما في البرلمان الكويتي من جانب النواب الشيعة، كانت معظم مرات الحل التي تم حل البرلمان بها جاءت من طلبات لنواب شيعة، وبالتالي تقلص عدد النواب من 17 نائبا إلى 8 نواب يعطي مؤشرا على أنه الناخب الكويتي يريد المزيد من الاستقرار لهذا المجلس وعدم حله مرة أخرى، خصوصا أنه المجلس تم حله خلال 18 شهر، خلال عام ونصف العام، ست مرات منذ عام 2006، والحكومة استقالت 12 مرة. سيد مسلم البراك، كيف تعلق على هذه الرؤية أنه ربما المؤشر على تراجع المقاعد للشيعة في البرلمان الكويتي في مجلس الأمة يعني أن أو يؤشر على أن الناخب الكويتي يحاول الوصول إلى برلمان أكثر استقرارا وانفتاحا؟ سيد مسلم البراك، لدي مشكلة اليوم أعتقد في الاتصال بضيوفي. أستاذ حسين جمال، أرجو أن تكون قد انضممت إلينا بالفعل، أهلا وسهلا بك، الإعلامي ومرشح مجلس النواب السابق. إذا كنت استمعت إلى ما قاله ضيفي أستاذ أحمد الشرقاوي، كيف تعلق أنت على النتيجة التي حدثت، تراجع بعض المقاعد سيما المقاعد من يعني المقاعد الشيعية وحصول الليبراليين على مقاعد إضافية؟ هل يعني ذلك بالفعل تغير في توجهات الناخب الكويتي في هذه المرحلة؟ لا، أنا أعتقد الناخب الكويتي هو نفسه الناخب الذي كان في السابق عهد. الناخب الكويتي يبحث نعم عن الاستقرار، لكن الناخب الكويتي تغلب عليه أشياء أخرى. اللعبة الانتخابية في الكويت هي لعبة فيها جانب طائفي وفيها جانب سياسي وفيها جانب قبلي وفيها جانب فئوي، ويلعب فيها المال السياسي وتلعب فيها أقطاب سياسية، وهناك قوة تجارية وهناك قوة في أسرة الحكم. إذن كل هذه اللعبات تؤثر على الناخب
في الكويت في أغلب الدوائر الانتخابية، لا سيما أن هناك جزء لا بأس فيه قاطع الانتخابات، لكن نعم الناس تريد الاستقرار، لكن هذه العوامل تؤثر كثيرا على الناخب الكويتي. إلى أي مدى يمكن أن تكون المقاطعات من التيارات الإسلامية وبعض التيارات الليبرالية أيضا وربما حتى الوطنية احتجاجا على قانون الانتخاب أو مشاركة العشائر بشكل أوسع مما كان في الانتخابات السابقة؟ إلى أي مدى أثر هذان العنصران على هذه النتائج؟ أثرت، ما في شك أن هناك تأثير على نتائج الانتخابات، بمعنى أن إذا شاركت هناك ما سميته بالعشائر أو القبائل راح يكون النتائج، نعم القبائل شاركت بمسميات أخرى، التيارات شاركت ولكن ليس بالصف الأول، يمكن بالصف الثاني أو الثالث، لكن هذا لا يعني مشاركة واضحة وحقيقية. لكن في الجزء الآخر هناك قطاع كبير أيضا شارك في هذه الانتخابات، هناك قطاع كبير لم يشارك في سابق عهد، بعد المحكمة الدستورية وقرار المحكمة الدستورية اعتبروا هذا الأمر أنه أعطى شرعية أكبر للصوت الواحد وشاركت. لكن في النهاية أنت الناخب الكويتي يعني تؤثر فيه مؤثرات كثيرة، ومنها لعبة المال السياسي. نعم، تجر الإشارة إلى أن هذا القانون للسادة المقيمين أو من خارج الكويت، يعني هذا التعديل الذي ثبتته المحكمة الدستورية يسمح الآن لكل ناخب باختيار مرشح واحد، قبل ذلك كان يسمح له باختيار 4 مرشحين. عودة إلى ضيفي أستاذ أحمد شرقاوي. أستاذ أحمد، كنا نتحدث عن التجربة الديمقراطية الراسخة في الكويت، هل ممكن تقييم هذه التجربة على اعتبار أنها تجربة رائدة أو راسخة في ضوء ما ذكرته يعني أنت بنفسك أن هناك حل للبرلمان 6 مرات منذ عام 2006، حكومة استقالت 12 مرة خلال الفترة ذاتها، هل هذه تجربة ناجحة؟ أولا هي تعتبر تجربة متميزة بمقارنتها بتجارب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أو بتجارب دول المنطقة العربية. أما يعني إذا قارناها بتجارب أخرى فإننا سنظلم التجربة الكويتية، هي تجربة متفردة في منطقتها وفي إطارها الإقليمي. التجربة طبعا نتيجة، أتفق مع السيد البراك في أنه يعني عوامل كثيرة جدا تتداخل في المجتمع الكويتي وتؤثر على قرارات الناخبين وتؤثر على توجهاتهم، فهو مجتمع قبلي عشائري. إذا لاحظنا نتيجة الانتخابات الأخيرة ووجدنا أنه التيار المدني أو العلمانيون بدأ أنهم سيحتلون 3 مقاعد جديدة بعد أن فقدوا كل مقاعدهم في البرلمان السابق، هذا مؤشر. العشائرية والقبلية كانت فائزا كبيرا في هذه الانتخابات وتقدمت بعدد أكبر من المرشحين. التيار السلفي الإسلام السني هذا أيضا زاد عدد مقاعده من 5 إلى 7 مقاعد. لدينا مؤشرات الآن يبدو أنها تدل على أنه مزاج الناخب الكويتي يتجه إلى يعني تنويع، إلى أنه برلمان متنوع ومنفتح ويريدون أن يكون مستقرا. الأحداث ستثبت ما إذا كان هذا الاختيار سيؤدي إلى أن يكون هذا البرلمان تماماً. برلمانا نعم. مستقرا يستكمل مدته أم نعم. أنه سيتقاطع مع بعض الأحداث التي ستجعله لا يستكمل مدته. أستاذ أحمد شرقاوي، أنا أشكرك على التطرق لهذه النقطة لأنها بالفعل سؤالي التالي، وبس يعني توضيح بسيط، هو السيد مسلم البراك لم ينضم إلينا، من هو منضم إلينا هو الأستاذ حسين جمال. أستاذ حسين جمال، هل تضمن هذه التوليفة الجديدة للبرلمان عدم تكرار التجربة غير السعيدة بحل هذا البرلمان أو استقالة الحكومة؟ هل يمكن لهذه الديمقراطية أن ترسخ وهناك المشكلتان الأساسيتان العالقتان، أولهما أن رئيس الوزراء ليس له علاقة بالأغلبية في البرلمان، والأمر الآخر هو يعني القوانين التي تحكم عمل هذا البرلمان والتشديد والتحديد ربما لتقديم المسؤولين إلى المساءلة؟ أولا يعني سؤالك عن رئيس الوزراء أو نعم. من يحتل في رئاسة الوزراء ليس له علاقة في المجلس، أنا يعني أعتقد أنه غير سليم، لأن مثل ما قلت لك هناك
اللاعب الرئيسي في العملية السياسية العملية الانتخابية هم أكثر من طرف، ومنها الأقطاب السياسية تدخل وتحاول أن يكون لها نصيب كبير في مقاعد المجلس حتى تضمن استمرارية يعني الحكومة في المجلس. وهناك طيب، ولكن قبل أن تستمر الحكومة ينبغي أن تشكل بشكل ديمقراطي برلماني، وهو النموذج الذي تقدم الكويت نفسها على أنها تحتذي به، وهو نموذج أيضا أنه من له الغلبة في هذا البرلمان يشكل الحكومة ويختار رئيس الوزراء ويقوم أداء، وليس كذلك؟ لا، الدستور الكويتي لم يحدد ذلك. الدستور الكويتي يعطي الأمير حق اختيار رئيس الوزراء. تماما، هذا هو سؤالي أستاذ حسين. وبناء على هو الدستور الكويتي أعطى الأمير حق اختيار رئيس الوزراء، وهذا حق أصيل له وفقا لما اتفقت عليه القوى السياسية في سنوات على الأقل 40 اللي فاتت أو 50 اللي فاتت. لكن احنا نتكلم عن الصراع على سبيل المثال داخل الأسرة الحاكمة، عندما تتكلم أن هناك أقطاب يدفعون باتجاهات واتجاهات يريدون أن يضمنوا داخل المجلس أو يخربوا العملية السياسية في المستقبل، حتى لمن يأتي رئيس وزراء قادم قد يشعر بأنه ليس لا يملك الغلبة داخل مجلس الأمة، وقد يؤدي ذلك إلى حل مجلس الأمة وتستمر هذه العملية. أنا أعتقد هناك عوامل رئيسية داخل العملية السياسية الكويتية يجب أن تتغير، أو يجب أن يكون هناك يعني المواطن أو الناخب هو الذي يغير، لأن هذه العوامل يجب أن لا تؤثر على الناخب. الناخب الكويتي تشوبه نوع من التشويش، يعني لمن يلعب تلعب أطراف رئيسية على وتر الطائفية أو على وتر القبلية أو على وتر أوتار أخرى تؤثر في الناخب الكويتي، والناخب الكويتي مثله مثل أماكن أخرى. هذا لا يعني أنه في الكويت، أنا لما أدخل الكويت وأروح دول أخرى مجاورة أشعر أن هناك حرية تعبير، هناك يعني حرية صحافة، هناك تقول ما لا تستطيع أن تقول في أماكن أخرى. مجلس الأمة الكويتي على وجه التحديد. أستاذ حسين جمال، أنا أشكرك شكرا جزيلا، الإعلامي مرشح مجلس النواب السابق، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي من القاهرة أستاذ أحمد شرقاوي المستشار بمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية. القوات الحكومية السورية أشارت تقارير لها إلى أنها سيطرت على نحو 60% من أحياء مدينة حمص التي بقيت ساحة لمعارك متواصلة وحصار منذ أكثر من عام ونصف العام. بالمقابل بقيت الكفة متوازنة عسكريا في مدن سورية أخرى، ولكن لا يزال القتال مستمرا حول مسجد خالد بن الوليد مثلا. فما الذي يجري في حمص؟ نبدأ مع هذا التقرير أولا. بعد عام على الحصار وأسابيع من الهجمات العنيفة، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في سوريا عن سيطرة الجيش السوري على مسجد خالد بن الوليد في حي الخالدية بمدينة حمص، وعن تقدم قواتها في أطرافه. القنوات الرسمية السورية عرضت صورا من داخل المسجد الذي دخله مراسلوها. اقتحام المسجد لم ينفه مقاتلو المعارضة المتحصنون في أحياء حمص المحاصرة. فاتوا خمس دقائق على جامع سيدنا خالد، صوروا وطلعوا. النشطاء المعارضون في حمص الذين جددوا التحذير من كارثة إنسانية قالوا إنها تتهدد حياة 800 عائلة عالقة في أحياء عدة، قالوا إن مسجد خالد بن الوليد لا يزال ضمن دائرة القتال. حي الخالدية الآن أصبح بنسبة 60% تحت سيطرة ميليشيات الأسد وقوات من حزب الله، وأيضا الجزء الآخر تحت سيطرة المجاهدين. اليوم بعدما سقط حي كرم شمشم وأيضا أجزاء من خالدية بقي 12 حي. الحمص القديمة تشكل نصف المناطق المحاصرة. محيط المسجد كان تعرض إلى قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة، وهو ما تشير إليه هذه الصور التي نشرها نشطاء على الإنترنت. ووفق ما قاله معارضون من حمص لبي بي سي، فإن مسؤولية سقوط المدينة إذا حدث ذلك في المستقبل تقع على عاتق أطراف معارضة. اليوم هناك 2500 مدني محاصر يتعرضون لإبادة بالصواريخ والمدفعيات ورجمات الصواريخ
وأيضا محاصرين منذ أكثر من عام. الائتلاف لم يقدم لهم على مدار العام أي شيء، ولكن الائتلاف يقدم التنازلات والتلاعب وبيع مدينة حمص. هذه هي الأولى المسؤولية الأولى على الائتلاف. التقيت يوم أمس بقادات الألوية في قرار مفصل لمدينة حمص، قالوا لي بالحفل واحد أخرج على الإعلام وقال أننا لم نسلم ولا طلقة واحدة من هيئة الأركان. معركة مدينة حمص ليست الوحيدة ضمن المحافظة. مدينة الرستن بدورها تتعرض لحصار خانق من الجيش السوري، وفق ما قاله مقاتلون معارضون في المدينة لبي بي سي. شكوا أيضا من سقوط قتلى وجرحى ومن قطع طرق الإمداد ونقص الغذاء، وجددوا انتقاد هيئة أركان الجيش السوري الحر معربين عن خيبة أمل من قيادة المعارضة السياسية والعسكرية. وائل الحجار، بي بي سي. للنقاش ينضم إلينا مباشرة من بيروت العميد الدكتور هشام جابر، مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات. أهلا وسهلا بك. وهنا في الاستوديو الأستاذ محمد فتوح الصحفي السوري المعارض، أهلا وسهلا بكما. وبداية هنا من الاستوديو، لماذا حمص مختلفة أستاذ محمد؟ لماذا حمص تعتبر اختبارا للمعارضة والنظام يستميت عليها أيضا؟ يعني لمدينة حمص عدة اعتبارات. أولا، المدينة محاصرة منذ أكثر من سنة، حوالي سنة ونصف، حصار مطبق. هناك كثير من المدنيين الذين لا يستطيعون الخروج، تدمير شبه كامل لأجزاء كبيرة من المدينة، وبالتالي هي من ناحية هدف يعني ليس صعبا بالنسبة للنظام السوري. الأمر الآخر، تندرج في إطار استراتيجية النظام السوري لبناء لمخططه الطائفي البعيد المدى، سواء على مستوى تغيير الديموغرافي أو الداخل المدينة، أو على مستوى بناء شريط لحلم المستقبل. إضافة إلى ذلك، المدينة تقع قرب الحدود اللبنانية، ودخول قوات حزب الله من طرف لبنان وقطع الحدود بين لبنان وسوريا أثر كثيرا بعد السيطرة على القصير وتلكلخ وصولا إلى قلب المدينة. النظام السوري يحاول أن يحقق تقدم في حمص كما قلت، لأنه يعتبر هدفا ليست صعبة بسبب الإنهاك الذي أصاب المدينة عبر الحصار الطويل والتدمير. إضافة إلى ذلك، أن النظام السوري عندما يريد اقتحام مدينة كما نلاحظ يقوم بقصف عشوائي عنيف، يعني يجعل المدنيين غير قادرين على المغادرة، ويجعل المقاتلين في وضع صعب كيف يمكنهم أن يسمحوا للمدنيين الخروج، وبالتالي كثير من الأحيان يضطرون للانسحاب والابتعاد لكي يعطوا ممرا للمدنيين للخروج، وهذا يعطي للجيش النظام السوري يعني أحيانا فرص التقدم باتجاه الأماكن هذه. نعم. قبل أن نتطرق إلى نقطة تالية أستاذ محمد، دعنا نلقي نظرة عسكرية على هذه المدينة مع ضيفنا الدكتور هشام جابر. دكتور هشام، في حلب وفي درعا مثلا الأوضاع سيئة أيضا، والأوضاع المدنية والإنسانية سيئة أيضا، ولكن الجيش الحر يبدو وكأنه دائما في موقف الهجوم على الأقل في معظم الوقت. لماذا في حمص المسألة مختلفة؟ يعني لأن حمص هي الحقيقة كانت الهدف الثاني الذي توقعناه بعد القصير، وقلنا أن حمص هي الهدف الأول اليوم لهجوم القوات النظامية السورية التي انتقلت من وضع الدفاع إلى وضع الهجوم منذ حوالي 3 أشهر فقط، وقد اتخذ القرار السياسي باحتلال حمص أو بالأحرى بتحرير حمص، سميها كما شئتي، لأنها مهمة جدا، هي عاصمة المنطقة الوسطى، إحدى أكبر المناطق الإدارية في سوريا، والمنطقة الوسطى هي المنطقة الفاصلة بين دمشق وبين الساحل السوري. هلأ هذا من الناحية السياسية حيث اتخذ القرار برأيي ولا رجوع عنه. أما من الناحية العسكرية، وقد مضى وقت على بدء معركة حمص، صحيح، ونحن من الذين توقعوا أن تطول أسابيع، يظهر أن القوات السورية ستتبع نفس التكتيك الذي اتبعته في معركة القصير. حمص هي محاصرة من 3 جهات أو بالأحرى من جهتين أساسيتين، الشرق والغرب، والجنوب حيث تتقدم القوات النظامية. من حيث الشمال أنا برأيي الباب مفتوح، إلا أنه لا تزال تحت المراقبة العسكرية، إنما فتح قصدا لكي يضطر من يريد من المسلحين أن يخرج من المدينة كما حصل في القصير. إنما لا يجب أن ننسى أن شمال حمص، في ريف حمص الشمالي، يوجد منطقتين مهمتين هما الرستون وتلبيسة، لا تزالان تحت سيطرة قوات المعارضة، وهما يعني نقطتين استراتيجيتين،
لماذا لا تزود حمص بالذخيرة؟ نعم، هذا سؤالي التالي تحديدا دكتور هشام جابر، لماذا برأيك لا تزود حمص بالذخيرة من وجهة نظر المعارضة التي تقول إنها لا تتلقى الدعم من هيئة الأركان في الجيش الحر لهذه المدينة؟ لماذا برأيك يجري هذا الحديث؟ وسأعود للرد يعني فيه بالتأكيد على أستاذ محمد. لماذا سيطلع عقيد؟ سؤال لي أنا؟ نعم نعم دكتور هشام تفضل. لماذا؟ نعم نعم، أنا يعني أفترض أنه هنالك سببين. أولا لا يعني لصعوبات لوجستية أولا، ثانيا لعدم يعني عدم قدرة المعارضة السورية أو قيادة المعارضة السورية إلى إخلاء جبهات أخرى أو إعطاء حمص أولوية مطلقة، وصعوبة إيصال تلك الأسلحة. ثانيا أنا برأيي لا يزال المقاتلون في حمص لديهم أسلحة كافية، إنما لا يمتلكون أسلحة نوعية من نوع مثلا الأسلحة المضادة للدروع لعدم حاجتها، لأن المعركة في الأزقة أنا برأيي هي قتال وجها لوجه وقتال بين المغاوير وبين المجموعات المسلحة، ولي يعني لا الدبابات لا تنزل بسهولة. طيب، في تلك ما تعتبره مستنقع. نعم. ثالثا والأهم، تعتبر أنا برأيي وهذا افتراض قيادة المعارضة أن حمص يعني قاربت إلى السقوط عسكريا، وليس من الضرورة إطالة الوقت بها. هذه نقطة مهمة دكتور هشام جابر، وأريد أن أعود فيها بالرد كما ذكرت إلى أستاذ محمد فتوح. لماذا برأيك أستاذ محمد هل ما يشاع عن أنه ليس هناك دعم لهذه المدينة من هيئة الأركان ذاتها بالجيش الحر، أم لعدم التنسيق، ولا هناك حديث عن قرار دولي بشأن حمص تحديدا؟ يعني هناك عدة أسباب. أولا هناك عدم تنسيق بين الكتائب في كثير من الأحيان، حتى على مستوى المدينة الواحدة بين الأحياء المجاورة كثير يشكون أنهم ليس هناك تنسيق فيما بينهم. بالنسبة لهيئة الأركان أصلا ليس لديها موارد حتى تستطيع أن تدعم القوات على الأرض، هي يعني منذ أن تشكلت هي عبارة في معظم الأحوال هي عبارة عن هيكل، لكن ليس لها قدرات فعلية تستطيع أن تتواصل أو تفرض أو تمد الكتائب العاملة على الأرض، لأنه تشكلت على أمل أن تأخذ أو تحصل على دعم من مختلف الأطراف الذين تحت مسمى يعني تحت مسمى أطراف أصدقاء سوريا، ولكن لم يصل هذه. هناك إشكاليات تتعلق بصراعات المحاور على مستوى الدول العربية، إذا أرضيت هذه الدولة هذا العربية. هذا هو تحديدا المحور الذي أريد أن أتحدث عنه، صراعات المحاور هذه كيف تؤثر على حمص؟ بالتأكيد تؤثر، لأنه في فترة من فترات الائتلاف الوطني تجمد عمله تقريبا، لأنه كان خلافة من هو سيكون الرئيس، وهذا الرئيس محسوب على من، وهذا الآخر محسوب على من، وكانت هناك يعني كثير أو كان هناك كثير من الوقت أضيع سواء في عملية التوسيع أو في عملية اختيار الرئيس على هذه التوازنات التي لا ترتبط بالحالة السورية مباشرة، وإنما على التوازنات أو صراعات المحاور على المستوى العربي بشكل خاص. بالنسبة للمستوى الدولي، نحن نعلم أنه هناك فيتو أمريكي على توصيل الأسلحة تحت شعارات مختلفة، منه أنه ما يسمى الإرهابيين أو الجماعات الإسلامية أو ما إلى ذلك، وفي نفس الوقت هناك محاولات لدفع الثوار أو المعارضة السورية للحوار مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، وبالتالي يحاولون دائما أن يقنعوا السوريين أنه لا جدوى من المعركة العسكرية مع النظام، اذهبوا إلى جنيف واحصلوا على ما تستطيعون تحصلوا من النظام السوري. ولذلك الجهد الأمريكي الآن كله على المشاركة في مؤتمر جنيف وليس على تغيير المعطيات على الأرض، لكن في الواقع أنه أي حديث عن حل سياسي في ظل شعور النظام السوري أنه ينتصر أو يتقدم هو لن يحقق الهدف المطلوب، وبالعكس سيؤدي إلى تشنج النظام السوري من جهة، ورفض ربما كثير من الثوار لأنهم يشعرون أنهم يعني كأنها عملية استسلام، وهذا بالنسبة لهم مرفوض. المجتمع الدولي يحاول أن يوصل الثوار السوريين هذه النقطة للأسف. ومرة أخرى بالعودة إلى المشهد العسكري استقاء من هذه النقطة، دكتور هشام جابر، إذا نظرنا إلى الطبيعة السكنية والجغرافية لحمص التي تفضلت وأشرت إليها، لا يمكن أن تدار بها معركة إلا معركة شوارع، لا يمكن أن يعني يجري التمكن من هذه المدينة من جانب القوات النظامية السورية إلا ربما بمنح غطاء من القصف لمقاتلين على الأرض. ما مدى صحة أن يكون هناك مقاتلون لحزب الله أيضا في هذه المدينة يحاربون إلى جانب النظام بالنظر إلى هذا المعطى؟ يعني اسمحي لي أضع المشاهدين في الخريطة العسكرية لحمص. تمام. أولا بداية معركة القصير
لم تكن نجاحا كاملا، هي نصف نجاح بالنسبة للقوات السورية النظامية أو النظام السوري إذا لم تتبعها معركة حمص. هذا قلناه منذ البداية، ومن هنا بدأت معركة حمص. تم تنظيف شمال القصير وتمت محاصرة حمص. اليوم الخريطة العسكرية هي كما يلي: حمص منذ أكثر من شهر نصفها تحت سيطرة النظام، خاصة النصف اليمين الذي هو حمص الجديدة. أما حمص القديمة فبكافة أحيائها فقد كانت فعلا يعني مركزا حصينا لقوات المعارضة حتى هذه الساعة. اتبعت القيادة العسكرية السورية التي جهزت فرقة 15,000 من مشاة مؤللة، يضاف إليها 3 ألوية من النخبة، مغاوير وقوات خاصة، يضاف إليها قوات من الباراميليتري فورسز أو القوات شبه العسكرية، منهم يسمينهم الشبيحة، يضاف إليهم حتما مجموعات من حزب الله الذي لم ينكر حتى الآن مشاركته ودعمه للنظام في معركة حمص، والذي قال على نفسه منذ معركة القصير أن معركة حمص هي متكاملة معه. تبدأ المعركة كما يلي: حتما وليس كما يقول البعض ضرب عشوائي بالمدفعية، لا، أنا لا أرى أي جيش يضرب عشوائيا. تم القصف بالمدفعية كما كل جيوش العالم تحضيرا للهجوم على منتصف حمص، حي الخالدية هو قلب حمص، تم احتلال قسم كبير منه. صحيح. والقوات اليوم توقفت عند شمال هذا الحي الذي يؤدي بالنتيجة إلى شمال حمص. المعارك ضارية جدا. على اليسار هنالك مجموعات مسلحة في جورة الشياح وفي أحياء كثيرة شعبية من أزقة مقتضة. إنما يعتبر النظام الذي يتوقف هنا عن استعمال المدفعية عندما يكون القتال متقارب، أقول قتالا متقاربا، عندما يصبح المقاتلون على مسافة 100 متر أكثر أو أقل. اليوم الخطة العسكرية هي الاختراق ومتابعة احتلال حي الخالدية إلى الشمال، مع اعتبار ما يوجد إلى يسارهم منطقة ساقطة عسكريا. إنما في نفس الوقت قطع الإمدادات وذلك الحصار يدفع أنا برأيي المسلحين إلى الانسحاب من حمص شمالا، حيث الطريق مفتوحة لهم كما حصل في القصير. أستاذ محمد فتوح، هل تعتقد إذا كان هذا السيناريو سيسير بهذه الطريقة أن ينسحب المسلحون من الجيش الحر أيضا من حمص كما انسحبوا من الموقعين الآخرين قبله، بالنظر إلى أن يعني الجيش الحر له تفوق أو له باع في قضية حرب الشوارع؟ هذا يعني في النهاية كما قلت الجزء الكبير من المدينة تهدم، وهناك مشكلة في المدنيين، وهناك ألاف المدنيين المحاصرين، هذا يفرض عبء إضافي. هناك أعداد كبيرة من الجرحى كما حدث في القصير، وهذا أيضا يفرض عبء إضافي في ظل الحصار المطبق حتى على مستوى المواد الغذائية. لا يستبعد أنهم انسحبوا إلى أحياء أخرى، وهم لا ينكرون ذلك. هم قالوا أنه الجزء الأكبر من الخالدية ربما ونصفه وأكثر قليلا تحت سيطرة النظام السوري، ولكن هذا لا يعني أنهم يعني سيتركون حمص أو معركة حمص قد انتهت. لأن المشكلة أو القضية الأساسية في سوريا أنه نتحدث عن مستوى أمتار، يعني في حلب طيب مثلا. وإذا سقطت حمص في يد النظام كما ربما يرى البعض، هل تتحقق نظرية التقسيم التي قيل أنه إذا سقطت حمص وقع التقسيم في سوريا؟ هو أحد الأهداف الأساسية للتركيز على حمص كما قلت قبل قليل، هو تركيز على الواقع، تغيير الواقع الديموغرافي لمدينة حمص باعتبار أن هناك أحياء موالية وأحياء سنة وأحياء علوية، وأيضا هي تشكل امتداد للشريط أو الدولة أو الامتداد بشكل متصل مع الساحل، بما يشكل فعلا نواة لما يمكن أن يكون دولة بالنسبة أو لحلم، لكن قد لا يكون واقعا هذا، ولكن على الأقل هكذا يحلم. نحن ننظر على أي حال بشكل استراتيجي للسيناريوهات المطروحة كيف. أستاذ محمد فتوح الصحفي السوري المعارض منضمن إلينا بالاستوديو، شكرا جزيلا لك. وكذلك من بيروت العميد الدكتور هشام جابر مدير مركز الشرق الأوسط للدراسات، أشكرك جزيل الشكر. هذا ينتهي العالم هذا مساء لهذا اليوم، ألقاكم غدا في الموعد ذاته، إلى اللقاء.
ماذا يحدث عندما ينتهي الصيف القطبي الشمالي؟ الفترة التي لم تغب فيها الشمس لثلاثة أشهر، هل ستتحمل الحيوانات القطبية البرد القارس الذي سيعود؟ أم سيداهمها الوقت قبل أن تتسنى لها فرصة العودة إلى الجنوب؟ الخريف، الكوكب المتجمد. يمين يمين، يسار يسار يسار، غبي. إثارة. اقترب مني بأسرع ما يمكن.